تكتب بلاكات دو فران اوزي. هم شوفوا بلاكات دو فران اوزي. فوالا عندنا كاربيرون فابل، عندنا بلاكات دو فران اوزي، عندنا كاربيرون فابل هذه بطبيعتها. شوف هنا كتبت بلاكات دو فران اوزي، هو هو من بلاكات دو فران جدد، ماهمش بلعين، ماهمش ميتين. ايزي هذا ديفو، هو كون الانديكاتور في التابلو يقيد ديما الفو شونجي لي باتان، شونجي لي بلاكات دو فران. حلو تري نتاع الفران. المشكلة كان فيها هي انديكاتور تقيد لي باتان، سوا باتان قاعد جديدة. شوف ما فما خيط لاماس، هاي فما خيط لاماس، هذاك علاش فما الانديكاتور يقيد لي الباتان مش باهي، الفو شونجي. هي طلعت ديفو مش من الباتان، الباتان لاباس عليه، والديفو كون فما خيط لاماس لازمك الخيط هذاك نريقلوه. هاو باش نجيبو سكوتش ونريقلو الخيط. حلينا العدلة باش نبدلو بلاكات الفران، لقينا الخيوط هما لاماس، باش نبدلو الخيوط، شوفو نغلفوهم ونعملو محل، فهمتم؟ هاي نغلف الخيوط توا. بعد ما غلفنا الخيوط بالسكوتش نرجعوهم في مكانهم ونشوفوا الانديكاتور نتاع التابلو يطفى ولا لا. لا براسك شوي، تو غلفناه الخيط على اساس مش معش الانديكاتور معش يقيد الفو شونجي لي باتان او شونجي لي بلاكات دي فران. هذا في الجهه اليمين لقينا نفس الشيء، المشكله نشوف الجهه اليسار، الجهه اليسار الجهه اليسار فيها خيط مقروض يمس في الفترين نتاع الفران على ماس، هذا يخليها تعمل انديكاسيون في التابلو تكتب الفو شونجي البلاكات دو فران. حتى هو كيف كيف نغلفو، لان البلاكات دو فران قاعدين جدد، نغلفو كما غلفنا البارتي اليمين. نرجعوه مكانه من بعده ديما ونخلو شي يعمل ماس. وهكا نكونوا احنا صلحنا العطب او الديفو اللي هو في اللي في السيارة في الباتان، باش ما عادش تكتب في التابلو الفو شونجي بلاكات دو فران. نها كيفاش غلفنا الخيوط، هذايا الخيط نحيناه وغلفناه بسكوتش باش بعدناه على على الطولة على الحديد، باش ما عادش يعمل ماس، باش ما عادش يكتب في التابلو بلاكات دو فران اوزي. وبهكا نكونوا صلحنا الديفو من غير ما نبدلوا بلاكات دو فران. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
علاش نحينا الباتان ونحينا الخيوط وعاودنا عملنا الموضوع هذاك، وتو باش نسكروا ونشوفوا مازال تكتب ولا لا. تكتب هكا دفنا يزي ولا تو عندنا كاربيرون فابل هذاك بطبيعته، ولكن تو هنا بعد ما رجلنا الخيوط وغلفناهم ما عادش تكتب بلاكات دو فران ايزي، تو عندها الكربيرون فابل هذاك لان ناقصه مازوت، وبهكا احنا نكونوا صلحنا الديفو اللي موجود في الباتانات بدل ما نغيروهم. هما باتانات مازالوا جد لاباس عليهم.